على كل يا دوسة، انا بالنسبه للمشاهد اللي عم تقريها مستعد انا نعدل فيها. انا بستدعي المؤلف من حد تكرم عينك على راسي. احنا كم بسمه شاشه عنا مو هيك يا حبيبي؟ طبعا طبعا. شاركينا تفضلي. حديثك بجنن. تسلمي. على كل انا بحياتي ما عاد احكي معه. انا لو عندي كرامه كنت حملت حالي ورحت من زمان. هارون، لك يا هارون، صار لي ساعة عم نادي لك، شبك؟ خير مدام. روح افتح الباب الثاني. شبك هارون؟ ما تتحرك، يلا. جدبها شوفيرك التحفة، جدبها عصاية الطقي. سبحان الذي خلقك شبه غليظ وأصنص. اي والله مدام. قلعيه الليلة وترحل، وأنا مستعد جيب لك 10 أحسن منه وكلهم خالين العلام ومقصلين. سوري أستاذ، الزلمة ما في منه، لا تقطع برزقه. زعم مساك. مرحبا حبيبي. خير؟ ايه عفوا، هيك الواحد بيستقبل ضيوفه؟ انا هيك بستقبل ضيوفي. خير؟ هاي وسيم، كيفك؟ تفضل. مرحبا لوسي. اهلا وسهلا، كيفك؟ بونفيت. مرسي، انت دائما جنتلمان، غلبت حالك، عن جد غلبت حالك. انت بتعرفي قديش غالي علي. عفوا، يمكن جاني تليفون. خذ راحتك، فوت هدول حطهم بالمي جوا. الو؟ ايوه. لا والله انا بالتصوير مع ابو علي. ايه بقى شيء 10 مشاهد والله. ما بعرف الدنيا اللي بمشهد، هلا برجع بحكي معك بعد شوي. يلا خمسة. ليك ولا كر، لا تقعد تعمل لي حالك ممثل وشغلة كبيرة. لا استاذ. انا كم مرة نبهت عليك ما تدحوشك روسي؟ ماشي. نبهت عليك ولا لا؟ ما نبهت علي، انا اسف نسيت، بس خلص ما عاد ايدها بحياتي. اقسم بذات الله اذا بشوفك عم تحركش فيها ولا عم تبس لايدك، ايديك لكسرون. بتعمل حالك وبتنقلع بتقعد هنيك 5 دقائق وبتنقلع برات البيت، فهمان؟ خلص امرك. واذا بتعمل هيك الاحرق انت واهلك وجيرانك ونهاركم كلياتها، فهمان؟ حاضر استاذ. كبير، تحرك. على كل يا دوسة. هذا اللي بيشتغل. اهلا وسهلا وسيم، تفضل. اهلا لين وسيم، تفضل. طبعا يعني وسيم غني عن التعريف، بس نوني اخته لنزار. هاي هاي، كيفك؟ ايه اخته. ايه كمل لي، انا كثير بحب هالقصص. اللي بدي اقوله قول، انه هو كان يحبها حب كثير كبير وعظيم، وهي ما بتعرف. قام لما قرر انه يخبرها عن هذا الشيء، شو قال؟ شو قال؟ اسمعوا. نسمع. سالتها الوصله قالت لا تغربنا، من رام منا وصالا مات بالكمد. يا حرام. فقلت استغفروا الرحمن من ذلل، ان المحب قليل الصبر والجلل. الله الله، شو فظيع، عن جد شيء حلو كثير. ايه حلو كثير، خاصة هذا اللي بيقول ان المحب قليل الصبر والجلد. والشيء المميز يا انسلوني، انه لما شافته عم يتدمر من كثر حبه لها، تركته فترة طويلة وصارت تتفاخر بهذا الشيء. قام بالصدفة رجعت وسألت عنه، شو قالوا لها؟ شو قالوا لها؟ واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. الله، عن جد بجنة، فظيع. عفوا بس القصة كلها مو هيك. بشرفك أستاذ، مو هيك؟ كيف لكان؟ لا مو هيك. أنا كثير بتعذروني يا جماعة، أنا فعلا مضطرني أمشي. وسيم، ما صار لك 10 دقائق جاي شبك. شفتي لوسي، إجاني تليفون ضروري، بوسيلي سارة. يلا تصبحوا على خير، باي باي. أنت مع السلامة. وسيم؟ وسيم؟ شو صار؟ حدا زعلك بشي؟ في شي؟ بشرفك ما بتروح قبل ما تقلي. ايه؟ شو بدك هارون؟ عم بدي فيه مدام. ايه يلا روح، بدي احكي معه كلمتين. لا لوسي، ما في شيء، انا بدي اعتذر منك، عندي ظرف خاص هيك ومضطرني امشي، معلش سامحيني. على كل باي باي، كل سنه وانت سالكه. الله يهمك، شكرا على جايتك. باي. باي.
شيء مدام؟ لا ابدا، بس انت حاكي شيء معه للزلمه؟ لا وحياتي والله عن جد. طيب اطلع من حركاتك هي، ايه؟ ليش راح؟ ما بعرف. طيب منشوف. منشوف. والله فهمت، ما لح اتاخر. اوكي، خمس دقائق وطالعه. مع يلا باي. اخلاء اخلاء، وبشرف الدرامي ما راح انسى لك الخلاء. المسلسل الجاي واللي بعده انت معي. شو مانك شايف اللحمة رح تحترق؟ وين مخك؟ انا مدام؟ لا انا بدك تجنني يعني؟ دام طولي بالك، عم بعيط علي قدامه. مالك علاقة، بعيط انا، ما دخلك، يلا اشتغل. يعني بدكم ما تواخذوني يا جماعة؟ ما في مؤاخذة، بس يا عمي يعني مو كل الناس بتتلاطف. اي نعم، لا تنسي شو قال المتنبي، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيدا. نعم، هذا الشعر قاله لما هجر كافور الأخشيدي. يا أخشيدي بسيطة أستاذ، بسيطة، ما صار شيء. بسيطة؟ أنا فريد عوض البسطويصي أبو الدراما 30 مسلسل. اشرب بكاسة يا عليها علايم إيدين هالأخشيدي هاد. هلأ منجيب غيره. هارون، شو مدام؟ تعال هون. امسك هي وجيب وحده نظيفه. يلا قال هي يا مدام، خلصي منه. عفوا استاذ، مو ملاحظ انك عم تتحطط على الزلمه كثير وعم تعمل المستحيل لحتى تقطع برزقه؟ بعدين هذا شوفير مانو خدام. بسيطه نوني، ما صار شيء. هي مو مشكلتي، انا مضطره امشي. طب حخلي هارون يوصلك. بدها تمشي؟ وانا بالاذن كمان. مع السلامه. تفضل. مع ستين سلامة. ميرسي. شو شايف صاحبك ضل جوا؟ ايه ضل جوا. بسيطة، وين مشوارك؟ عالبيت. بعرف عالبيت، وين البيت؟ اه سوري، بمشروع دمر، محل ما خطفت منه بنت اخوكي. انا عالمزي بالله. خير ان شاء الله، وصلت. هارون هيك عمل؟ أنا حبيت أحكي معك قبل ما أفوت على البيت، لأني بصراحة ماني حابب أحكي قدام مرتي، بس بدي أطلب منك طلب صغير، يا ريت ما تعملي مشكلة معه، لأنه ماني حابب أعمل شوشرة عندك بهذا الظرف، مو لأني خايف منه. خلص ما تاكل هم، أنا بعرف كيف أتصرف معه. ماشي حبيبتي، يلا بشوفك بكرة، شكرا كثير روسي على عزتك، يلا باي باي. باي.